راح نبدأ الآن في تحضير الليدام. راح نحط الزيت أول شيء عشان نحط بعده على طول الثوم عشان الكشكشة تعودنا عليها. صبافر مفرم كده بس سريع. سالم مش تتوقع لي طعم الأكل الثوم ولا البصل؟ الملح دايم فكر خارج صندوق أنا. حياتي عليك. لا صدق 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 بالله البصل غالبا ما أدري. أنا أحس إن الثوم هو اللي طعم الأكل يعطي الأكل لذة. الثوم مميزة نعم بس يكون بوزنية معينة يعني لا نكثر مرة يخرب الطعم ولا نقلل ما كانه موجود يكون بوزنية معينة. وشو ذا؟ البصل باقي شوية لا تستعجل لحظة خلينا نحط الثوم أول شيء. لا بالله يا سالم سالم بالله ما تخرب علينا. سالم يا سالم يا سالم سالم يا سالم يا سالم يا سالم جاي. نحط الآن الثوم احترق زيتنا. مالي مالي أحسن شيء خله اقدح عشان على طول أول ما أحط الثوم يعطينا الصوت الفخم ذاك الطربي. شفت كيف نفس الصوت بالضبط. نحط البصل الآن. بسم الله مرة حار والله يجيرنا وانتم من عذاب جهنم. اي والله قول امين امين يا رب امين. ونحط الملح عشان يتقمر البصل. ملح خشن طبعا خشن طبيعي. كوكو كوكو في الفقرية يلا بينا على باب الله يا صنايعية اجعل معكم صباح الخير. والملح الابيض كوكو كوكو عالفصولية. يلا انا احط الفاصوليا الحين؟ لا مش دلوقتي. نحط اول شيء او بعد البصل والثوم راح نحط الطماطم. توميتوس. ايش توميتوس ذي؟ جديدة ما تلاحظ يا سالم كل طبخاتي فيها طماطم وصلصة. ايش بي؟ ليه؟ انا مختار الشيء اللي ما احبه الطماطم والصلصة. بس بيني وبينك احنا برنامجنا اسمه كشنة وكشتة فلازم كشنتنا تكون مسبكة صح؟ مسبكة يعني الطماطم؟ الصوت هذا لازم يطلع لازم يطلع الصوت هذا في كاميرات التصوير.